السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نتواصل مع الدعم الفني للانستجرام. طبعا ممكن نتواصل مع الدعم الفني للانستجرام علشان ممكن تواجهنا مشكله في التطبيق او ممكن تواجهنا مشكله في الاكونت. طبعا علشان نتواصل مع الدعم الفني اول حاجه بنعملها بنفتح الابلكيشن وبعد كده بنضغط على الصفحه الشخصيه زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بنختار الثلاث شرط دول، وبعد كده بنختار الاعدادات، ومن الاعدادات بنختار مساعده او هيلب. تمام، بعد كده بنختار الإبلاغ عن مشكلة وبنختار منها الإبلاغ عن مشكلة مرة تانية، وبعد كده بنكتب المشكلة بتاعتنا. هنا بنوضح إيه المشكلة أو الخلل أو العطل اللي بيحدث معانا، وبعد كده ممكن كمان نحط لقطة للشاشة من المشكلة اللي بتواجهنا. طيب الطريقة التانية علشان نتواصل مع الدعم الفني، الطريقة التانية دي بتكون عن طريق البريد الإلكتروني. أول حاجة هتعملها طبعا ممكن نفتح الجيميل أو الميل أو الياهو، أيا كان نوع الاكونت او البريد الالكتروني اللي انت بتستخدمه. طبعا انا ممكن استخدم ميل. تمام، بعد كده بضغط على علامة البلاس دي. عامة في كل الابليكيشن او وسائل التواصل او البريد الالكتروني بيكون فيها علامة البلاس دي، وهي ما تعني انشاء رسالة جديدة. طبعا هنا تحت بيقول لي كومباس ايميل، بضغط عليها اللي هو انشاء رسالة جديدة. هنا بقى في كلمة تو أو إلى بكتب البريد الإلكتروني اللي هو support at instagram.com. تمام، هنا بقى في السبجكت ممكن أكتب الموضوع عايزه، ممكن مثلا اكتب هنا الابلاغ عن مشكلة، ممكن هنا اكتب الابلاغ عن مشكلة، تمام. وفي محتوى الرسالة تحت هنا بكتب المشكلة اللي بتواجهني، يعني مثلا ممكن اكتب اواجه مشكلة في تسجيل دخول الى حسابي على انستجرام، أرجو المساعدة. تمام، وبعد كده بضغط على السهم اللي فوق ده اللي هو مكتوب عليه سند أو إرسال، بضغط على إرسال. بكل بساطة بكده بكون تواصلت مع الدعم الفني، بعت له مسج وبتنتظر رد، إن بيجي لك الرد على نفس البريد في صندوق البريد هنا في الرسائل اللي موجودة دي. وأحيانا بيطول الرد طبعا لكثرة الرسائل اللي بتكون موجودة في بريد الدعم الفني. وأخيرا سلام.